السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. هذا الفيديو اليوم رح نحكي فيه عن موضوعين، موضوع كسر الإقامة اليونانية في ألمانيا، وكمان رح نحكي فيه عن أقربائي يلي طلعوا من تركيا. رح تشوفوا هلأ صورة أمامكم، أنا نشرت فيديو تقريبا من 6 أشهر. هدول مجموعة من أقاربي طلعوا من تركيا، طبعا تعرفوا الأوضاع بتركيا صارت سيئة كتير، فقرروا هن طبعا بيكونوا أقاربي أولاد خالتي، فقررت العيلة كاملة تقريبا 10 أشخاص إنهم يعني يبيعوا كل شي عندهم، فضوا بيوتهم وطلعوا من تركيا، حطوا حالهم كلهم ببلم طبعا مع غير عالم مو بس لحالهم، وطلعوا من تركيا يعني عملوا مجازفة كتير كبيرة، لكن الحمد لله رب العالمين انهم طلعوا من تركيا ومن اول محاولة. طبعا كمشن الخفر اليوناني، لكن البلم اللي كانوا فيه كان غالبية الموجودين فيه هن عائلات، فقرر الخفر اليوناني انه ما يتم ترحيلهم على تركيا، وتم ادخالهم الى جزيرة ميتيليني. وخلال هال6 اشهر من تاريخ هذاك الفيديو هن كانوا متواجدين باليونان، جزء منهم طلعوا وجزء منهم يعني وصلوا لهولندا، جزء منهم وصلوا لهولندا يعني منهم هيك ومنهم هيك. ففي عندي منهم جزء منهم يعني هن موجودين في مقاطعة شمال الراين، فأنا كثير فرحان إنه صار عندي أقارب هون كمان في ألمانيا. فموضوع هن كيف طلعوا من اليونان، أخذوا جوازات سفر، طلعت لهم الإقامة اليونانية. طبعا في عالم عم بتطول اكثر من هيك بكتير، لكن هن تيسرت اجراءاتهم، اخذوا الاقامات واخذوا الجوازات سفر وطلعوا طيران، منهم اجوا على المانيا مثل ما حكيت، ومنهم راحوا على هولندا. فموضوع كتير عالم بتسأل شو بالنسبة لكسر الاقامة اليونانية وليست البصمة. البصمة باليونان ما عليها اي اشكال، مباشرة تجي وبتمشي اجراءاتك، لكن هون بأوروبا عم بيصير بعض رفض طلب اللجوء بسبب الإقامة اليونانية. يعني الشخص لما بيجي لهون ومعه إقامة يونانية احتمال ضعيف ممكن إنه يتم رفض طلب لجوءه، وهذا الموضوع ما في عليه يعني حسم، أنت وحظك، هذا الشيء بيرجع للحظ. ممكن إنك تصل لهون لأوروبا مع إقامة يونانية. طبعا عشان تعرفوا بعام 2024 العالم يلي عم تصل على أوروبا يلي معاها إقامة يونانية، يلي موضوع عم بيكسروا بصمة الإقامة اليونانية، هو أكبر من عدد يلي عم يصلوا وعندهم بصمات دوبلن. تعرفوا أنتو بصمات الدوبلن من بلغاريا مثلا، من النمسا، من دول كتير، من بولندا حتى في بصمات دوبلن. فالعالم هلأ بهذا السنة 2024 يلي عم يصلوا معاهم إقامة يونانية بشكل كتير كبير، بسبب إنه موضوع طريق البر مثل ما بتعرفوا صار عليه صعوبات كتير كبيرة، فالعالم عم تلجأ لطريق البحر بيصلوا على اليونان، ومشان ما يكملوا بمبالغ كتير كبيرة بياخدوا الإقامة اليونانية بعدين بيطلعوا طيران بيكملوا على أوروبا. فأنا بهذا الفيديو جايب لكم خبر، طبعا هذا الخبر تم نشره على إعلامي ألماني هون، هو سوري طبعا لكن بينشر أخبار بألمانيا. هلا راح تشوفوا صورته، هذا الإعلامي بينشر كتير أخبار، فمن شهر تقريبا أو من شهرين ناشر إحصائية لعدد طلبات اللجوء للأشخاص الحاصلين على الإقامة اليونانية. طبعا هذا الخبر بهم كل شخص بيسأل إنه بألمانيا ولا بهولندا ولا ببلجيكا، إنه شو نسبة انه يقبلوني كلاجئ عندهم رغم انه معي اقامة ومعي لجوء باليونان. فانا راح احكي لكم هذا الخبر عشان تعرفوا نسبة رفض اللجوء ونسبة قبول اللجوء، عدد طلبات اللجوء. طبعا هذا الخبر، هذه الاحصائية نازلة بعام 2023 يعني السنة الماضية، عدد طلبات اللجوء بالنسبة لحاملي الاقامة اليونانية في المانيا بلغ عام 2023 16500 طلب لجوء، هذا العدد الكلي. تمام،
من بينهم 11.5%، يعني تقريبا 1900 شخص غادروا ألمانيا قبل استكمال إجراءات اللجوء. هدول طبعا النسبة الأقل 1900 شخص من بين 16500، هدول طلعوا وما كملوا الإجراءات. و14%، يعني تقريبا 2300 شخص تم رفض طلب لجوئهم بسبب الإقامة اليونانية. أما النسبة الأكبر يعني موجودة تقريبا 74.5%، يعني تقريبا 75%، عددهم 12300 تم قبول طلب لجوئهم في ألمانيا. يعني هدول النسبة تقريبا 3 أرباع، 75% تقريبا، هدول النسبة الكبيرة، يعني انكسرت الإقامة اليونانية وتم قبول لجوءهم في ألمانيا. هذا كان فيديو اليوم عن الإقامة اليونانية وعن وصول أقربائي. شو بنقول؟ الله إن شاء الله ألف مبروك إنه نوصلوا لألمانيا. ديروا بالكم على حالكم والسلام عليكم.